لطيفة رأفت تحتفل بعيد ميلادها 54 رفقة ابنتها ألماس وتغني سنة حلوة. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. احتفلت يوم الاثنين الفنانة القديرة لطيفة رأفت بعيد ميلادها 54 وذلك رفقة عائلتها الكريمة وابنتها ألماس، ونشر مرافق المشاهير والشخصيات الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي مهدي بن كيران مقطع فيديو للطيفة رأفت يوثق فيه لحظة غنائها أغنية سنة حلوة لابنتها التي كانت تحملها بين يديها في جو يطبعه الحنان والحب قبل أن تطفئ الشمعة. وأكدت لطيفة رأفت حسب ما قالته في الفيديو أن سعادتها وميلادها كان يوم أنجبت طفلتها ألماس، معتبرة أنها هدية من الله، قائلة: عيد ميلادي هو نهار اللي جات ألماس وغنطفيو الشميعة بجوج. ولقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن سعادتهم بكلام لطيفة مع ابنتها وموجهين لها عبارات التهنئة والتبركة بهذه المناسبة. سميرة سعيد تنشر صورة لها بين الماضي والحاضر، برأيكم ماذا اختلف؟ نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لبداياتها الفنية وأحدث إطلالاتها في برنامج The Voice، وعلقت عليها قائلة: بين الماضي والحاضر. وجمعت الصورة التي نشرتها سميرة سعيد صورتين بإطلالة ببدلة كلاسيكية، إحداهما قديمة والأخرى بإطلالة مشابهة لكنها عصرية وجديدة تماما. وفاجأت النجمتان أحلام وسميرة سعيد الجمهور في ثاني العروض المباشرة من برنامج The Voice بإطلالتهما، حيث اختارتا البدلة الكلاسيكية ولكن كل بطريقتها. سميرة سعيد اختارت بدلة رجالية مخملية من اللون الأسود من بيت أزياء روبرتو كافايي ورابطة عنق، ونسقته مع قميص أبيض من ميزون بيمور. وأكملت سميرة سعيد أناقتها بتسريحة الشعر المبلل من خلال زم الخصلات ذيل الحصان ومكياج بارز للعينين مع أحمر شفاه بلون صارخ. وتفاعل الجمهور بشدة مع إطلالتي سميرة سعيد وأحلام، مؤكدين أن أزياءهما جاءت فوق التوقعات وأنهما تحرصان على الظهور كل مرة بشكل مختلف حقا. كما نشرت سميرة سعيد مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع الانستغرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة من اللون الأسود من إطلالتها في برنامج The Voice. وتشارك سميرة سعيد حاليا في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج The Voice رفقة أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي، كما تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال صيف 2019. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.